السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت قيادة محور تعز إن معارك عنيفة تدور في الجبهة الغربية بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع، حيث تمكنت القوات من السيطرة على تباب القرن وياسين وقرى الدارة والصرة في منطقة حذران. وتسعى قوات الجيش إلى التقدم نحو المنفذ الغربي لتعز لقطع الإمدادات القادمة للميليشيا من طريق الحديدة، وهو الأمر الذي سيسهم في تخفيف المعاناة على المدينة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما مدى إمكانية قوات الجيش الوطني في التقدم بالجبهة الغربية وفتح الحصار عن المدينة؟ ولماذا سقطت معاناة الناس في هذه المدينة من اهتمام المنظمات الإنسانية؟ إذن تقاتل تعز وحيدة لفك الحصار عنها، تنتقل المعارك من الجبهة الشرقية إلى الغربية، ومعها ينتقل أمل السكان المحاصرين بتقدم الجيش وتخفيف الحصار المطبق على سكانها منذ أكثر من عامين دون أن يلتفت إليها أحد. وعلى ما يبدو فإن تعز الخاضعة للجدل في الجانب العسكري تخضع أيضا لإزدواجية المعايير الإنسانية. مشاهدينا، قبل أن نبدأ في النقاش نذهب سويا لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. تستعر المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في الجبهة الغربية من مدينة تعز. يسعى خلالها الجيش الوطني إلى استكمال تحرير العديد من المواقع التي لا زالت تحت سيطرة الميليشيا. مصادر عسكرية أكدت تمكن الجيش بعد مواجهات عنيفة استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة من السيطرة على تباب القرن وياسين وقرى الدار والصرة بمنطقة حذران في وقت امتدت فيه الاشتباكات إلى مواقع تسيطر عليها الميليشيا بالقرب من جبل هان. الاشتباكات أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وأسر آخرين لا تزال رحاها مستمرة من وقت إلى آخر في أطراف منطقة مدارات للوصول إلى نقطة الهنجر. تقدم الجيش الوطني في الجهة الغربية لمدينة تعز دفع الميليشيا إلى زرع العديد من العبوات الناسفة وحقول الألغام في محاولة لإبطاء تقدم الجيش الوطني هناك. وفي محاولة لتعويض خسائرها على الأرض لجأت الميليشيا إلى قصف الأحياء السكنية بمحيط اللواء 35 وجبل هان. ويخوض الجيش الوطني في الجبهة الغربية معارك هي الأعنف مع الميليشيا، حيث يسعى من خلالها إلى الوصول إلى منطقتي الستين والربيعي لفك الحصار عن المدينة وقطع إمدادات الميليشيا التي تقصف المدينة منذ أكثر من عامين. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا من تعز نائب المتحدث باسم الجيش الوطني العقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد مساء الخير. مساء الخير والعافية، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيادة العقيد. بداية، لو تطلعنا على آخر مستجدات المعارك في الجبهة الغربية اليوم في تعز. بسم الله الرحمن الرحيم. معركة تحرير تعز من الجهة الغربية انطلقت، وخاض الجيش الوطني معارك شرسة في أكثر من مكان. نعم. لعل أهمها ما ذكر في التقرير المواجهات التي أسفرت عن إحراز تقدم في قرية الدار والصرة وتبت القرن وتبت ياسين في حذران، وأيضا في محيط جبل الهان بالسيطرة على قرية الرقمة وتبت العشيق وتب حي حارة الجزارين وغيرها، وأيضا أجزاء واسعة من وادي التبدد. نعم. ووادي حنش، و سيطر على عدد من البنايات والعمارات التي كانت تتمركز فيها الميليشيات بمدخل شارع الثلاثين الشمالي باتجاه غراب والخمسين، وفي محيط أيضا تلة الضنين، وأيضا بالقرب من نقطة الهنجر. نعم. وأيضا في مزارع همام ومزارع القات في جنوب مصنع الصمن والصابون بالقرب منه، يعني المسافة أصبحت قريبة للوصول إلى مصنع السمن والصابون ومنه إلى سوق مفرق ترعب. معارك شرسة جدا ومواجهات. نعم. نعم، إذن يبدو أن هناك مشكلة في سماع العقيد عبد الباسط البحر. أرحب أيضا بضيفي الآخر سينضم إلينا من تعز
قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان. سيادة العميد مساء الخير. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا بك سيادة العميد. بداية، ما السر في انتقال المعارك من الجبهة الشرقية إلى الغربية في الوقت الحالي في تعز؟ شكرا لكم على التغطية والاهتمام. بالنسبة لانتقال المعارك هي شيء طبيعي جدا، فالجيش الوطني عندما يحدد أو يخطط لأي معارك تدار في على مستوى الجبهات في تعز بالكامل، يعني يعتبر تخطيط واحد مع عملية عسكرية موحدة سواء كانت في الغرب أو في الشرق أو في الشمال. فالوضع طبيعي، أينما وجد العدو الجيش الوطني يلاحقه ويتابعه ويفتح معه معارك من أجل إجباره على التكاثر وترك المواقع المسيطرة عليها، وخاصة الاستراتيجية منها. نعم، لكن سيادة العميد ما الأهمية الاستراتيجية التي يسعى الجيش إلى تحقيقها في الجبهة الغربية؟ والله بالنسبة الهدف الاستراتيجي للجيش الوطني هو تحرير تعز بشكل عام، وهذا هو الهدف الاستراتيجي. في أهداف سنوية يسعى الجيش الوطني لتحقيقها، من ضمنها بالجبهة الغربية للسيطرة على بعض الخطوط، خطوط دعم المعادي ميليشيا الحوثي صالح. وهذه مناطق فعلا لها أهمية كبيرة في دعم المعتدين على تعز الميليشيات وجيش صالح. نعم، إذن هل يمكن القول بأن المعارك الدائرة حاليا في تعز تجري وفق خطط معدة وتستهدف فتح الحصار عن المدينة؟ هذا شيء أساسي، والتحرير تعز أو محافظة تعز، إجبار العدو في التقهقر وترك محافظة تعز بشكل عام، وهذا التخطيط موجود وإن شاء الله بيتم نعم. سيادة العميد لو تكرمت ابقى معي، أذهب إلى ضيفي الآخر العقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد، يعني هل لا زالت المعارك مستمرة في الجبهة الغربية وأيضا الشرقية حتى اللحظة، وما هي أبرز الأهداف؟ بالنسبة لمعركة المنطقة الجبهة الشرقية الغربية، نعم ما زالت مستمرة المواجهات حتى هذه اللحظات، وهناك ترتيبات وتغيير في التكتيكات لمحاولة اجتياز بعض العوائق. هناك أيضا عمل مكثف لفرق الفرق الهندسية المختصة بنزع الألغام، لأن الحوثيين والانقلابيين بشكل عام يعني يراهنوا على هذا المدخل. سقوط هذا المدخل من أيديهم يعتبر تحرير لتعز بشكل عام، لأنه يرتبط بالخط الرئيسي الرابط بين محافظات تعز ومحافظات الشمال وأيضا مع محافظة الحديدة. هذا الخط تم قطعه من الهاملي ومعسكر خالد بالنسبة للمحافظات التهامية للحديدة وريمة والمحويت وحقه، تم قطع الخط من الهاملي ومعسكر خالد، والآن بالوصول إلى خط الستين سيتم أيضا قطع الخط من الجهة الشمالية أيضا، حيث يعني ينقطع الرابط مع محافظات إب ودمار وشمال الشمال. فهو خط استراتيجي، ستلقى الميليشيات بعد السيطرة عليه إلى طرق فرعية وعرة بعيدة سهلة الكمائن وسهلة العمليات النوعية، ولن تكون بمأمن، وستكون نهايتها قد يعني قربت وانتهت بشكل عام. طرح أيضا أن هناك نية من في الالتحام بالقوات بالساحل الغربي. نعم، الجبهة الغربية لتعز لا يفصلها عن جبهة المتقدمة من الساحل الغربي إلا بضعة كيلومترات، يعني قوات الساحل الغربي بالعريش وبسنترال العريش بالقرب من سوق البرح ومفرق الوازعية، وقواتنا خلف جبل البرح في جبل العويد وفي حمير في مقدنة وأيضا في الكدحة في المعافر قريب من منطقة موزع والوازعية.
فإذا الفاصل بيننا هو يعني قريب جدا وبضعة كيلومترات فقط، تلتقي الجبهتان، جبهة غرب تعز مع الجبهة المتقدمة للساحل، وبالتالي يفتح الحصار وتصل تعز بمنفذها البحري ميناء المخا الاستراتيجي، ويفتح هذا يسير الراكب من تعز إلى المخا لا يخشى شيء، تؤمن هذا الخط ودخول البضائع ويعني دخول الإغاثات ودخول المساعدات وغيرها، هو خط حيوي هام. ولذلك أنا أقول لك أنه أيضا بالوصول إلى 60 هو قطع للشريان الذي يمد الحوثيين بالحياة من ناحية الشمال، كما تم قطعه من ناحية الشرق، كما تم قطعه من ناحية الغرب في معسكر خالد والهاملين. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي. أعود لضيفي الآخر العميد صادق سرحان. سيادة العميد، هل يمكن القول بأن المعارك الدائرة حاليا تجري وفق مخطط أو خطط معدة وتستهدف فتح الحصار عن مدينة تعز؟ بالنسبة للحرب الدائرة الآن ومن قبل هو تحرير الهدف الاستراتيجي تحرير تعز، وكذلك هناك أهداف استراتيجية التحام القوات بالقوات الآتية من المخا التي حققت منجز كبير جدا في تحرير معسكر خالد. هذا هدف استراتيجي طبعا أحرم العدو من كثير من الاستفادة من هذا المكان. هذا المكان كان يركز في قوات المعادية بالكامل، كان الهدف منه يعني الإبقاء على السيطرة على المخا، ولكن الحمد لله تم تحرير المكان هذا المهم إلى المطرق، وإن شاء الله بتلتقي أو بتلتحم القوات بالخط الواجي من الحديدة، وهذا سيحرم العدو من كثير من المميزات في دعم القوات، وتبقى هناك عناصر محصورة في أماكن محددة سيتم القضاء عليها تماما، لأنها تعتبر الآن في ضمن حصار في مواقع أو في مناطق محددة. فتعد تعمل على التحرير. قوة التحالف نشكر قوة التحالف كثير على ما يقدموه من الدعم الجوي وكذلك الدعم المادي في المنطقة الغربية بالذات، يعني كون الدعم إلى مدينة تعز يعتبر هذا بالنسبة للدعم الجوي، لكن للدعم على الأرض سيادة العميد، يعني هل لدى الجيش الوطني القدرة على تحقيق الأهداف والخطط المطروحة بهذه الإمكانيات المتاحة لديه؟ يعني طبعا هو بالنسبة لقيام العمليات تقام بقدر بالإمكانيات المتاحة، ويخطط لهذه الإمكانيات بقدر الإمكانيات تماما، لا نستطيع أن نجازف في كثير من الأمور يعني. نعم، إذن أشكرك سيادة العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، كنت معنا من تعز. أعود لضيفي الآخر العقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد، يعني هل يمكن القول أن هناك نية حقيقية لتحرير المنفذ الغربي وبالتالي الإسهام في فتح الحصار عن مدينة تعز بشكل عام؟ هذا عهد قطعناه على أنفسنا، وأبناء تعز من منذ اللحظة الأولى هم في حركة مستمرة حتى التحرير الناجز والكامل بإذن الله تبارك وتعالى. هناك فقط تحدث بعض حتى تترتب الإمكانيات وتترتب بعض الأمور وتستكمل بعض الإجراءات لتعود المعارك من جديد. تعز لا تهدأ ولا معاركها لا تنتهي ولا تهدأ، بل الأمور فيها مستمرة في جميع الجبهات، ولكن كما قلت لك يعني أحيانا يتم، لأن الخطة العسكرية كما هو معروف أي خطة لها أهداف ولها إمكانيات ولها زمن ولها عناصر الخطة المعروفة، فأحيانا الضعف في بعض العناصر قد يؤدي إلى تأجيل التنفيذ حتى استكمال الإجراءات. لكن الآن والعقيدة العسكرية والقتالية عند الجيش الوطني وعند القيادة وعند أبناء تعز هي العزم والإصرار، وبكل مهما كان الثمن لابد من التحرير، ولابد من رفع هذا الظلم، ولابد من فتح الحصار، ولابد من
إسكات مصادر النيران الثقيلة التي تستهدف المدنيين وتستهدف الأحياء السكنية وتستهدف كل متحرك في هذا في هذه المدينة، فلا بد من وضع حد لهذا النزيف الذي يحدث لتعز كل يوم، كل يوم تعز تنزف بسبب هذه الميليشيات بقذائفها الصاروخية والمدفعية الثقيلة والهوزر، بسبب الألغام والمنتشرة والعبوات الناسفة، بسبب اختطاف الناس من الحواجز الأمنية ومن النقاط ومن البيوت ومن الأسواق. الميليشيا أخي تمارس يعني عبث غير عادي بأرواح المدنيين وتمارس يعني لعبة قذرة ضد الشعب اليمني من خلال زرع الألغام التي هي حرب مؤجلة، وبالتالي لابد مهما كان الثمن بالإمكانيات المتاحة وبالعقيدة التي تناطح الجدال وبعزيمة الرجال وبإرادة الله تبارك وتعالى أولا وقبل كل شيء وثقة بالله ونصره، لابد من تحرير تعز كاملة، وستفتح أنساق وستحدث مسارات جديدة وجبهات جديدة حتى يتم التحرير الكامل والناجز ويفتح، وخصوصا الجبهة الغربية. لكن هنا سيادة العقيد، في الأيام القليلة الماضية كان هناك تصريحات لسياسيين وأيضا عسكريين عن يعني قرب تحرير تعز بالكامل، هل يمكن القول بأن المعركة التي يتم أو تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية قد انطلقت بالفعل في تعز؟ نعم، هذا هو المشاهد، معركة تعز انطلقت وبخطة رفعت إلى المستوى الأعلى في الشرعية وفي التحالف، وإن شاء الله هناك يعني مبشرات وهناك نوايا إيجابية طيبة لدعم الجبهة تعز بمختلف القطاعات والمحاور وبالإسناد القوي أيضا من إخواننا في وأشقائنا في التحالف العربي وعلى رأسهم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أن هذه المعركة قد استكملت كل الإجراءات والإمكانات وهي مستمرة كما ترى لنا الآن فترة 3-4 أيام وهي مستمرة ليلا ونهارا وبأكثر من تكتيك عسكري وبأكثر من محاولة اقتحام من أكثر من مكان وبتجاوز الألغام والعبوات الناسفة التي جرعت والقناصات وبالإمكانيات المتاحة والمتوفرة، فإن شاء الله عز وجل أن هذه المعركة لن تهدأ حتى تتحرر تعز كاملة وحتى نصل إلى البرع ونلتقي بإخواننا القادمين من الساحل الغربي وحتى نصل إلى السكين وحتى نؤمن مداخل تعز. وضحت الصورة. وحتى يدخل المواطن في تعز ويأمن أيضا من القذائف. نعم، أشكرك المتحدث باسم أو نائب المتحدث باسم الجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر. إذن مشاهدينا، في أيضا الجانب الإنساني في مدينة تعز سينضم إلينا للحديث أو للتعليق حول الجانب الإنساني المحامي توفيق الشعبي. سيادة أو سيد توفيق، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد توفيق. في البداية يعني هل يمكن القول بأن ازدواجية المعايير العسكرية في التعامل مع تعز وصلت إلى تعامل المنظمات؟ بالنسبة للتعامل مع تعز في الجانب الإنساني، نعم هناك نوع من الخفوت واللامبالاة فيما التعامل مع الملف الإنساني في اليمن في تعز بالذات تحديدا، بسبب لا ندري لماذا يتم غض الطرف أو التماهي حول الأوضاع الإنسانية التي وصلت إليها محافظة تعز، باعتبار هذه المحافظة هي أكبر محافظة من حيث التعداد السكاني في الجمهورية اليمنية، وتعاني حصار منذ سنتين مغلقة فيها المداخل الغرب المدخل الغربي والمدخل الشرقي، وهي المداخل الرئيسية البرية التي تربط محافظة تعز ومدينة تعز بالمحافظات الأخرى خارج في الحديدة وبقية المحافظات. إضافة مطار تعز إلى الآن سنتان وهو مغلق، وهذا المطار هو المنفذ الجوي الوحيد لأكثر من 9 مليون نسمة في محافظة تعز ومحافظة إب، مغلق. كافة القصف والقنص ما زال مستمر على الأحياء المدنية بشكل غير مسبوق، وكأنه عمل ممنهج، القصد منه إرهاق المدنيين. لكن لماذا سيد توفيق، لماذا سقطت تعز من اهتمامات بعض المنظمات الدولية؟
هذا السؤال يجب أن يوجه إلى المقيم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة وإلى المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة والناشطين والمنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين. لماذا هل أبناء تعز أو هل هذه المدينة خارج حسابات الإنسانية؟ وهل البشر المتواجدون في هذه المدينة لا يستحقون الحماية المقررة للمدنيين التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية؟ نحن نقول بأن حصار سنتان على هذه المدينة واستمرار القصف والقنص وزيادة الضحايا المدنيين، هناك نزيف مستمر للمدنيين كل يوم لا يمر إلا ويسقط فيها ضحايا مدنيين من النساء والأطفال وممن لا علاقة لهم بالقتال أو بجبهات القتال. نعم. إضافة إلى أن المنظمات الدولية تتعامل، ما زالت تتعامل بعض هذه المنظمات مع الأطراف السلطة الغير شرعية الانقلابية حتى الآن بنوع من التماهي، وكأن هناك تسخير للملفات الحقوق للملفات الإنسانية لمصلحة العمل السياسي. نعم، يعني يفهم أن الملف الإنساني يخضع للابتزاز وأيضا المهاترات السياسية. هذا أمر قد يكون لا يخفى على أحد سواء كان في تعز أو في غير تعز، ويستدعي بالفعل وإيجاد توجه إنساني حقيقي والتعامل بميزان الحياد والإنصاف للإنسان بغض النظر سواء كان مع هذا الطرف أو مع هذاك. في الإنسانية فالمواثيق الأمومية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر الإنسان حق له حقوق وله واجبات ويجب أن يحميها بغض النظر عن لونه ودينه وجنسه ومنطقته. نشعر أن هناك نوع من التمييز تجاه أبناء محافظة أو تجاه هذه المحافظة. نحن مع الدعوة التي أطلقها والد الشيخ لفتح مطار صنعاء، ولكن لماذا لا يطلق دعوة لرفع الحصار على مدينة تعز وفتح مطار تعز الذي يعتبر منفذ القوي الوحيد لأكثر من 9 مليون نسمة في محافظة تعز وإذ؟ نعم، إذن لابد أن نبعد الجانب الإنساني عن المكايدات وأن ننظر بالجانب الإنساني إلى الضحية من أي طرف كان دون تمييز أو دون إخضاع هذه الملفات للعمل السياسي والدبلوماسي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك المحامي توفيق الشعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بهذا مشاهدينا نكتفي ووصلنا إلى ختام الحلقة. أيضا أشكر ضيفي من تعز العميد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا، وأيضا نائب المتحدث باسم الجيش الوطني كان معنا من تعز العقيد عبد الباسط البحر. وختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.